نتكلم على برج الحمل. يلا بينا. ولد الحمل هو أساساً بيحب يهول المواضيع شوية، أوكي؟ فلما بيجي يعمل يبقى فيه وداع في حياته، سواء أصدقائه أو حبيبته أو أي حاجة، بيهول مواضيع وبيمشي، بيبقى عايز يقول لمصر كلها أو للدنيا كلها إن هو ساب وإن في مشكلة وبتاع، بس دايماً ما بيجيبش الموضوع عليه هو، بيحكيه بطريقته هو. يعني دايماً راجل الحمل بيحكي الموضوع بطريقته هو، أوكي؟ بس هو بيبقى من كتر ما هو عشان حساس قوي، أوكي، وعاطفي بزيادة، فدايماً بيبقى عايز كل اللي حواليه يتعاطفوا معاه، أوكي، وبتفرق معاه موضوع الوداع سواء في الصحاب أو في الحبيب.